يعني السؤال لينا احنا، احنا كآباء وأمهات، ليه مرات بتبقى حياتنا الروحية قوية جدا وأولادنا بالتالي بيبقوا حلوين جدا، محبين لربنا ومحبين للكنيسة ومحبين للخدمة ومحبين للحاجة؟ كنت فرحان قوي بالألحان اللي انتوا بتقولوها دي، الأخت اللي بتعزف قانون فين؟ برافو عليك. المجموعة اللي كانت بتقولوا، ما هو انتوا ولادكم هيشوفوا ده، يعني بالبندانة دي هيشوفوها يسمعوها في البيت. يعني لو الكلام ده عملتوه في البيت، لو خدت القانون بتاعك ورحت بيت حد من حبايبك والولاد طلعوا، بدل ما هم قاعدين على الايباد والمش عارف ايه، ولقوا دندنه حلوه مش فاهمين ولا كلمه طبعا، بس ماما صوتها حلو، الدندنه صوت حلو، عايزين يبقى حلوين كده، هيبقوا كده حتى لو ما فهموش في الاول، بس ده لازم نبقى طبيعيين كده في البيت. الطبيعي في البيت ان الكتاب يبقى مفتوح والصلاه تبقى موجوده والحياه حلوه، فالولاد هيعملوا حتى لو ما عملوهاش وقتها، بتتغرس مغروسين في بيت الرب، بتتركز جوه الدماغ جوه. يبقى اول حاجه لاحظ نفسك في كل سلوك بتعمله، خد بالك بتقول ايه، بتتكلم ازاي، بتصلي ازاي، بتقرا الكتاب ازاي، بتعاملي جوزك ازاي. عاوزه جوزك يحترم ابنك، يحترم جوزك لازم تحترميه. عاوز الولد يحترم مامه تحترمه. عاوز الولد يبقى خدوم في البيت بيخدومه، ما هو بيسمعك اعملي لي كذا عندك في المطبخ، خلاص طلع كده هو زي ماما. مؤتمر الكريسماس بنعقده كل سنه في هذا الميعاد تقريبا، وبيبقى في عدد كبير جدا من المشتركين، سواء من العائلات او الاطفال او الشباب، والمكان هنا جميل ومجهز وفي امكانيات للخلوة الروحية وللتسلية الرياضة والالعاب الرياضية، وبيبقى في انشطة على كذا مستوى، على مستوى الاطفال، على مستوى الشباب، على مستوى العائلات. السنة دي تشرفنا بوجود الدكتور مجدي اسحاق معانا، ألقى موضوعات عن الأسرة المسيحية في عالم متغير، وألقى الضوء على جوانب متعددة في الموضوع ده هوت. وبعدها كانت في حلقات للحوار وورش عمل ومناقشات، وكان في اهتمام كبير جدا من جانب الشعب والمشتركين معنا في المؤتمر. الأطفال بقى بيقضوا وقتهم لذيذ جدا في دروس تعليمية وفي أنشطة فنية جميلة، وبالليل بيلتقوا مع بعض في التسبحة والألحان، وفي السهرة بقى بيعملوا ألعاب تسلية جميلة بينهم ومن بعض. نشكر الله على هذه الفرصة، ونشكركم على التغطية الجميلة ديت، وكل عام وانتم طيبين، وإن شاء الله تبقى أيام مباركة سعيدة إن شاء الله. شكرا خالص. احنا نشكر ربنا الكيرست كامب السنة دي ده رقم 12. الفكرة الكيرست كامب ابتدت سنة 2006، وكان ساعتها حتى بداية يعني الحضور أول مرة كان حوالي 70 واحد. والفكرة دي ان الأسر بتيجي هنا كلها، الأسرة بتيجي الأب والأم والأولاد بيجوا مع بعض كلهم، بنقضي مع بعض 3 أو 4 أيام. في 3 برامج، برنامج للأسرة، برنامج للأطفال سن ابتدائي، برنامج للفتيان والشباب سن اعدادي وثانوي. في 3 برامج بيقوا فيه. احنا النهاردة المرة دي السنة دي نشكر ربنا 2017 حاضر 260 واحد، ومباركنا السنة دي الدكتور مجدي اسحاق، هو اللي واخد برنامج الأسرة، اتكلم عن موضوعات مهمة او تخص الأسرة، زي مثلا الشبع النفسي والروحي لأولادنا في البيت، ازاي الاب والام بيقدموا الصورة الحقيقية عن ربنا، الصورة الصحيحة عن الله، التحديات اللي بتقابل الولاد والبنات في المجتمع الغربي، الفروق في التعامل ما بين ولد والبنت وما بين الولاد في سن صغير وسن كبير، فتبقى موضوعات مختلفة مع برضو البرامج بتاعة الولاد نفسهم الجيل التاني، ومعهم خدام كمان من الجيل التاني وخدام كبار. فبنقضي الـ3 أو 4 أيام مع بعض كلنا. النهاردة ابتدينا القداس، وبالليل بنعمة ربنا بنختم اليوم عامة بالتسبحة وبحفلة سمر، حاجتين دول بنختم فيهم كل يوم. فنشكر ربنا الحضور السنة دي حلو خالص، ويعني شايف الناس كلها عندها شيئات حلوة وبتشارك. لحن مش بس في موضوعات، في مجموعات عمل بحيث ان احنا نسمع الناس كلها رأيها ايه، وكل واحد يقول رأيه في الموضوع وبنتناقش مع بعض، وربنا في الأول وفي الآخر هو اللي بيدينا النعمة والحكمة عشان نقدر نوصل لأولادنا، نقدر نحس بيهم، ويبقى حضور الله في المكان وفي المؤتمر هو طبعا الأساس بتاع المؤتمر كله. فنشكر ربنا، ربنا يبارك في الخدمة،
ونشكر محبة سيدنا أن يفتر الحبر الجيل الأنبا أرساني، هو اللي ابتدى الفكرة 2006، هو اللي برعيها كل سنة وبيهتم بيها شخصيا، وبيهتم أن يدعو متكلمين سواء من مصر أو من أي مكان تاني في العالم، علشان يبقى المؤتمر ليه ثقل ويبقى فعل موضوعات قوية ومهمة تهم ولادنا وبناتنا كله. أحب أرحب وأشكر قناة سي تي في على المقابلة الجميلة دي. احنا النهاردة بنتكلم من مكان اسمه ستاتس كانال، ده في شمال هولندا. الكامب بتاعنا ده اسمه باخادل، مكان رائع عبارة عن منتجع للأسر، طبعا في ضيافة الحبيب الغالي على قلبي نيافة الأنبا أرساني، أبويا الغالي. المؤتمر كله عن الأسرة، احنا بنتكلم على أخطاء في الزواج والتربية، المفروض ان احنا بنتكلم على أخطاء شائعة في مجالين، مجال الزواج ومجال التربية. طبعا الأخطاء من كثرتها مش عارفين هنغطي إيه ولا إيه، لكن إحنا لغاية دلوقتي خدنا نقطتين، إن شاء الله عندنا حاجة و30 نقطة هنخلصهم قبل ما المؤتمر يخلص، نعيدكم بذلك. يعني أشكركم على تصويركم الجميل، وطبعا تفاعل الناس هنا، رايحنا أكتر من تقريبا حوالي 100 فرد، زوج وزوجة وأولاد، واحنا صلينا قدسين الحياة استمتعنا بيهم، وكان في فرصة كمان لسيدنا يفتتح كنيسة جميلة لأول مرة تفتتح في هولندا باسم القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا أثناسيوس. يعني أنا شرفت جدا بهذا اللقاء، ويا رب يستخدم ضعفنا عشان يفرح الناس. ما يفوتنيش قبل ما أختم اللقاء مع حضراتكم أن أنا أعزي في الغالي الحبيب الدكتور الغالي الأب الحبيب دكتور ثروت بسيلي الدياكون الأرخن الفاضل، وهو كان طبعا صديق وأب وعزيز على قلبي وعلى قلوب الناس كلها، وأبعد بالعزاء من هذا المكان لكل أولاده، أستاذ إيليا ومدام نيفين وكل الأولاد والأسرة الكبيرة في مصر وفي العالم كله. ربنا يعزي خاطركم ودايما يجعل القناة وكل أعمالها ويعني خدماتها سبب خير وبركة ونعمة لكل الناس. ربنا معكم. كل سنة طيبين. احنا النهاردة في معسكر الكرست 2017، وطبعا زي ما سيدنا نيافة الأنبا أرساني حبيبنا معودنا دايما في أمستردام بالذات نعمل الكم ده بالشبه سنوي. معانا حوالي 265 واحد من المخدومين والأسر، معمول برنامج جميل شيق بيتميز بأنه منوع بين الموضوعات الروحية للأسر، الموضوعات الروحية للشباب والأطفال، إلى جانب البرنامج الترفيهي الجميل في صلاة الألعاب زي ما انتم شايفين في حمامات السباحة. بنقضي 4 أيام جمال مع بعض، بيبقى كلهم خير وبركة، وكل سنة طيبين، وكل سنة وسيدنا وأبائنا الكهنة بكل خير. شكرا للسي تي في.